السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جزئية بسيطة خالص في الـ Infertility، هي الـ Ovarian Reserve. يعني إيه الـ Ovarian Reserve؟ الـ Ovarian Reserve المقصود بيها عدد الـ Primordial Primordial Follicles الموجودة في الأوفري. إحنا عارفين الـ Ovary هو الـ Egg Store بتاع الفيميل، وإن الفيميل عندها Limited Store. عدد الاجز اللي بتكون موجوده او عدد البرايمورديال فوليكلز هو اللي بيحكم بعد كده الفيميل ديت هتفضل تكمل سايكل ورا التانيه في كل اوفري لحد امتى. تمام. طيب فالوفيريان ريزيرف هو حاجه مهمه واحنا بنحتاج ان احنا نعرفها، بالذات في الكيسز اوف انفيرتيليتي، وانت ما انتش لاقي اي سبب، فلا ابتدي انك تدور في الاوفري ايه اللي فيه. تمام. عشان انا ادور على او الحاجات الاو سايت او البرايمورديال فولك الموجوده في الاوفري، فانا قدامي حاجه من حاجتين. الاوفري انا مش هشوفه غير بحاجه من حاجتين. الحاجه الاولى انك تعملها سونار، وبكده انت بتشوف الاوفري بتشوف الفوليكلز. بس خد بالك لو انت هتعمل سونار، خد بالك انا محتاج اشوف الفوليكلز، يعني الكلام بالعقل اهو. انا ما اقدرش ان انا اشوف البرايمورديال فوليكلز. اللي انا اقدر اشوفه بالسونار هو الريكروتد فوليكلز، اللي هي الفوليكلز اللي حصل لها ريكروتمنت او اللي كبرت في الحجم اندر الايفكت بتاع الفوليكولر ستيميليتنج هرمون من الانتيريور بيتيوتري. تمام. المفروض ان النورمال نمبر اللي يحصل له ريكروتمنت زي ما احنا عارفين كام، اراوند من 15 ل 20 فوليكل. تمام. لو انت لقيت ان عدد الفوليكلز اللي حصل لها ريكروتمنت اقل من 6 فوليكل او 6 فوليكل او اقل من 6، فلا احنا هنا بنتكلم على بور اوفيريان ريزيرف، يعني عدد الاوفم الموجوده او عدد الفوليكلز الموجوده اصلا عددها اصبح قليل جدا، لدرجه ان المفروض بدل ما ان 15 ل 20 واحده اللي يحصل لهم ريكروتمنت، ده اصبح عندي بس ايه موجود اقل من 6 اللي حصل لهم ريكروتمنت. طيب السونار ده انا زي ما اتفقت معاك اللي انا محتاج اعمله في مرحله الريكروتمنت، والريكروتمنت بيبدا عندك منين؟ بيبدا من اليوم الثالث من الدوره. تمام. يعني بعد المنسس كده من اول يوم ثلاثة الفوليكلر ستيميليتنج هرمون بيكون ابتدى الليفل بتاعه يعلى عشان يخلي البرايمورديال فوليكل تطلع. دي الطريقه الاولى بتاعتنا اللي هي السونار، ودي طريقه ايمج تكنيك عاديه جدا جدا. طيب الحاجات الثانيه بقى هي ايه؟ هي لابوراتوري انفستيجيشن. وعشان انا اعمل لابوراتوري انفستيجيشن، انا هنا مش ببص على الفوليكل، انا ببص على الهرمونات اللي الفوليكلز ممكن انها تتحكم فيها. اول حاجه احنا بنرجع نقسم اللاب انفستيجيشن عندك لتايم ليميتد وان تايم ليميتد. تايم ليميتد يعني ايه؟ يعني انا مضطر غصب عني اللي انا اعملها في اليوم الثالث برضو. تمام. يا اما نون تايم ليميتد، وديت مش مضطر ان انا اعملها في وقت معين، اي وقت من السايكل الفيميل جايه لي تشتكي انا ممكن ان انا اعملها. طيب ديت زي ايه اللي هي النون تايم ليميتد؟ ببساطه الانتي مولريان هرمون. ايه الانتي مولريان هرمون ده؟ ده عباره عن ماده بروتينيه بتبتدي ان هي تطلع من الجرانيولوزا سيل بتاعه البرايمورديال فوليكل. تمام. فمعنى كده ان التركيز بتاعها لو اعلى من قيمه معينه، فده معناها ان انا عندي الفوليكلز الموجوده بتاعتي عددها كافي. لو موجود بكميه قليله، فالفوليكلز الموجوده عندي بكميه غير كافيه. ايه هي النسبه اللي بنبتدي ان احنا بعديها نحكم؟ النسبه اللي هي 0.3 نانو جرام لكل مليليتر من الدم. تمام. لو لقيت ان النسبه اعلى من النسبه ديت، فده معناه ان الاوفيريان ريزيرف كويس. لو لقيت ان النسبه اقل من النسبه دي، فده احنا بنتكلم في بور اوفيريان ريزيرف. بعد كده نيجي للتايم ليميتد لاب انفستيجيشن، وديت عندنا حاجه من حاجتين. الحاجه الاولانيه هي الفوليكولر ستيميليتنج هرمون في اليوم الثالث زي ما قلنا، والمفروض ان انت بتلاقي ان الليفل بتاعه لو احنا بنتكلم على الاوفيريان ريزيرف بتاعنا اللي هو سيء بيكون اكتر من 10. هي الفكره هنا اكتر من 10 انترناشونال يونت لكل لتر. الفكره هنا هو ليه الفوليكولر ستيميليتنج هرمون عالي؟ ما هو يا جميل لو الموضوع ببساطه كده ان احنا عندنا البرايمورديال فوليكل، احنا عارفين انها بتطلع استروجين. تمام. احنا عارفين ان هي الفوليكلز عامه كلها بتطلع استروجين. الاستروجين المفروض ان هو هيروح فوق على الانتيريور بيتيوتري يعمل انهبيشن للفوليكل ستيميليتنج هرمون. فالمفروض ان لو الاستروجين عالي، يعني لو الفوليكلز عددها كتير، طبيعي ان الفوليكل ستيميليتنج هرمون يكون اقل من 10. معنى انك تلاقي اكتر من 10، انت تيبيكال كده انت زبور اوفيريان ريزيرف من غير ما تفكر كتير. طيب ممكن ان احنا نعمل حاجه ثانيه؟ لان في بعض الاحيان الفوليكل ستيميليتنج هرمون ممكن تكون النسبه بتاعته عاليه بسبب ان في تيومر مثلا في البيتيوتري او في اي مشكله ثانيه. احنا بنعمل حاجه اسمها الكلوميد تشالنج تيست. ايه الكلوميد تشالنج؟ احنا عارفين الكلوميد ده اللي هي الماده اللي اسمها الكلوموفين سيتريت. ديت عباره عن سنترال اكتنج استروجين بلوكر. يعني ايه؟ يعني بتروح توقف اصلا الاستروجين اللي طالع من البريفري ده، هو بتوقفه خالص، وتروح ببساطه هي على البيتيوتري جلاند بتبتدي ان هي تخلي
تخليك تشوف الفوليكر ستيميليتنج هرمون التركيز بتاعه هيكون قد ايه بعد لما انت تعمل كلوميدي تشالنج تيست. يعني ببساطه انا بتعمد ان انا ازود التركيز بتاع البريفرال استروجين اللي هو طالع من الفوليكل لحد اقصى قيمه ممكنه ليه، وبعدين عن طريق ان انا استخدم كلوميد سيترات وبعدين او الكلومافين سيترات وبعدين اوقف الكلومافين سيترات، والاستروجين العالي المفروض ان هو يطلع اعلى قيمه من الاستروجين ديت هتروح على الانتيرير بيتيوتري تعمل انهيبيشن. فالمفروض ان الليفل بتاع الفوليكل ستيميليتنج هرمون يكون اقل بكتير من 10، ده لو الاستروجين عالي. طيب لو الاستروجين مش عالي نتيجه لان الفوليكلز اصلا عددها قليله، فبرضه الفوليكل ستيميليتنج هرمون هيديك الليفل بتاعه اكتر من 10 انترناشونال يونت بير ليتر. تمام، يبقى ديت اول حاجه من التايم ليميتد. الحاجه الثانيه من التايم ليميتد عندنا هي ايه؟ الحاجه الثانيه من التايم ليميتد هي انك تقيس النسبه بتاعه الاستراديول نفسه. لو لقيت ان النسبه بتاعته اكتر من 70 ل 80 بيكو جرام فده معناه بور اوفيريان ريزيرف. طيب حاجه تانية برضو ممكن ان احنا نعملها هي ايه؟ احنا نقيس الانهبين. ايه الانهبين ده؟ الانهبين برضو هرمون بيطلع من الجرانيولوزا سيل، بس المره دي انا عايزك تكتب جنب الاثنين سواء الاستراديول او الانهبين، دول بيطلعوا من الجرانيولوزا سيل بتوع الماتيور جرافين فوليكل. ماتيور جرافين فوليكل انت لو لقيت الانهبين التركيز بتاعه اقل من 40 بيكو جرام فاحنا بنتكلم برضو على بور اوفيريان ريزيرف. تمام، يبقى ده بالنسبه للجزئيه دي، يعني هي بسيطه وحاجه سهله. يعني احنا بنقسمها زي ما قلت لك، انا بفكر ازاي اشوف الاوفر موجوده او البرايمورديال جيرم سيل البرايمورديال فولكلز موجوده في الاوفري. ببتدي ان انا اشوف بالسونار في مرحله الريكروتمنت في اليوم الثالث، لقيت ان العدد اقل من 6 فاحنا بنتكلم عن بور اوفيريان ريزيرف. الحاجه الثانيه لاب انفستيجيشن، ودي بنقسمها تايم ليميتد ونون تايم ليميتد. تايم ليميتد بتتعمل في اليوم الثالث، وديت اللي انا ببتدي ان انا اشوف الهرمونات اللي بتطلع من الجرانيولوزا سيل بتاعه الماتيور جرافين فوليكل او بتاعه الجرافين فوليكل وهي ديفلوبينج. بشوف السيرم استراديول، بشوف الانهبين، المفروض ان السيرم استراديول اكتر من 60 ل 70 بيكو جرام، والمفروض الانهبين اقل من 40 بيكو جرام، والفوليكل ستيميليتنج هرمون المفروض ان هو يكون اعلى من 10 انترناشونال يونت، وبعد الكروميد تشالنج تيست برضه بيكون اعلى من 10 انترناشونال يونت. في الحالات ديت كلها بنشخص بور اوفيريان ريزيرف. في نون تايم ليميتد وديت بتعتمد على الانتي مولارين هرمون، وده في اي وقت ممكن ان احنا نعمله، لان الانتي مولارين هرمون مش بيطلع من الفوليكل او بتاعه او الجرافين فوليكل او البرايمري او سكند، لا ده هو بيطلع من البرايمورديال فوليكل. يعني بيقول لي العدد ببساطه بتاع البرايمورديال فوليكل قد ايه، وقلنا ان الرقم اللي مهم ان احنا نعرفه هو الابر ليميت، لازم ان هو تكون اعلى من 0.3 عشان ايه؟ عشان تكون نورمال. لو اقل من القيمه ديت فاحنا بنتكلم ان هي تكون بور اوفيريان ريزيرف.